السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد عن الأزولة أو الأزولة، نبات مائي بينتمي إلى مجموعة السرخسيات أو التريدوفايتس. بنتكلم النهاردة عن دورة الحياة بتاعته. الحقيقة مش هناخد تفاصيل كبيرة قوي، لكن ممكن إيه رأيكم نبدأ مع بعض بالكلاسيفيكيشن بتاعه أو السيستماتيك بوزيشن بتاعه زي ما احنا شايفين. طبعا السيستماتيك بوزيشن بتاعه احنا مش هنتكلم بالتفاصيل غير عن اللايف سايكل او دورة الحياة او الريبرودكشن بتاعه. ده كان حقيقة بناء على ابن من ابنائي، يعني هو بيتكلم اسمه، هو حقيقة ما اعرفش اسمه، لكن القناة بتاعته المزرعة الصغيرة او السمور فار، فكان بيتكلم، كان منتظر، هو اللي طلب نبات الازولة، وده معمول بناء على طلبه. يعني لقيت عندي وقت، والحقيقة طلبه يمكن من 3 اسابيع ولا حاجة، فالوقت بيكون ضيق شوية، لكن ما حبيتش ان ارد طلبه واسلوبه المهذب الحقيقه، فعملت هذا الفيديو بناء على طلب. طبعا احنا بنتكلم على الازولا باعتباره ان هو احد نباتات السرخسيات او التريدوفايتس. النبات ده الحقيقه نبات مائي، اكواتيك بلانتس، بيعيش في الميه. لو هنتعرف اولا، لو هنتكلم سريعا كده، ان النبات ده زي بقيه النباتات، سواء بتاعه البرايوفايتس، نباتات البرايوفايتس او التريدوفايتس او الجيمنوسبرمي او الانجيوسبرمي اللي هي الحزازيات او التريديات او معرضات البذور غير معرضات البذور او النباتات، بيكون فيها في دوره حياتها شكلين من اشكال النبات. يعني النبات بيوجد في طورين، في شكلين، نبات اللي هو السبوروفايت، انا هنا عاطيله اللون الازرق، كل اجزاء السبوروفايت مراحله باللون الازرق اللي هي بتكون 2 ان، يعني ثنائيه المجموعه الصغيره ديبلويد، يعني 2 ان. وبيكون في طور تاني او فيس تانية او ستيج تانية اللي هي الجاميتوفايت، طور الجاميتوفايت، وده بيكون 1 ان. فاحنا بما ان النبات عندنا الاساس فيه هو السبوروفايت، ده النبات اللي موجود عندنا، بنلاقي ان النبات ده زي ما احنا شايفين كده هو عبارة عن في جزء تحت المية اللي هو الرايزويدز بتاعته، أو هنا بقى الحقيقة في ناس بتقول عليها روتس، يعني روتس حقيقية يعني. ومش هنخش في التفاصيل إيه الفرق بين الرايزويدز والروتس، لكن هي الروت عموما بتبقى هي نفس التركيب أو قريب أكتر ما يكون إلى النباتات الزهرية. إذا كان النبات بيفتقد أو التركيب التشريحي بيفتقد حاجة من هذه الأشياء، فبنقول عليها رايزويد أو أشباه جزر. المهم إن الجزء اللي تحت المية بالشكل ده كده، وفي جزء الفلوتينج أو اللي عايم في سطح المية، طافي، مش هو طافي على سطح الميه، بحيث ان النبات ده لو احنا بصينا كده هنلاقي فيه اجزاء منه، الاوراق بتاعته، الجزء اللي فوق طبعا ده السبوروفايت، بيكون فيه جزء ملامس للميه وفي جزء ملامس للهواء بالشكل ده كده. هنا اهو ادي النبات ده، الشكل اللي بيكون ملامس للهواء فوق اللي هي الاوراق موجوده في صفين زي ما احنا شايفين، وده اللور سيرفيس او السطح السفلي اللي بيكون فيه الروتس اللي بتبقى موجوده او ميرجد في الميه. ده التركيب بتاعه بشكل بسيط خالص، بعباره عن تفرعات شايله الاوراق، الاوراق هنا بتكون موجوده في صفين زي ما احنا شايفين. النبات ده هيتميز بشيء، احنا لو الورقه دي قطعنا فيها هنلاقي ان الليف او الورقه بتاعت الازولا فيها كافيتيز او فراغات بتحتوي على تحلب من الطحالب الزرقاء او الخضراء المزرقه، تحلب اخضر مزرق اللي هو الانيابينا، وده تحلب من قدرته ان هو بيعمل عمليه تثبيت للنيتروجين الجوي بدون دخول في تفاصيل. ادي شكل الورقه اهو بالمنظر ده، في موجود في صفين، لو قطعنا فيها بنلاقي فيها كافيتس او فراغات بتحتوي على الخيوط الخاصه بتحلب الانابينا، ودي علاقه سيمبيوتيك او علاقه تكافليه بدون دخول في تفاصيل. هذا النبات عشان يجي يتكاثر، لو حصل وحصل فراجمنتيشن او تجزئه او تقطيع، يعني الجزء ده لو قطعناه لثلاث اربع اجزاء كل جزء منهم هينمو ويحصل له برانشنج او تفرع الى نبات جديد، وده بنسميه فيجيتيف ريبرودكشنز، ريبرودكشن اللي هو اعاده التكاثر او اعاده انتاج نفسه مره ثانيه. طيب تعالى بقى نروح هنا، اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان ممكن النبات ده اولا دوره حياته سريعه جدا الحقيقه وبينتشر بشكل كبير، فممكن بنقول في خلال 6 اسابيع بيبتدي يكون النبات ده، بيكون اولا النبات ده بنقول عليه هيتير سبوري، يعني بيكون نوعين، السبوروفايت ده اللي هو انفايت، يعني النبات الحامل او الناتج او اللي بينتج سبورز ابار او جراثيم، بيدي الحقيقه نوعين من الجراثيم مش نوع واحد، عشان كده بنسميه هيتيرو، يعني غير متماثل الجراثيم. فبنلاقي هنا الجراثيم بتاعتنا يا اما بتكون مايكرو سبور او ميجا سبور. الحقيقه بتتكون داخل حوافظ كيس، سميها زي ما تسميها بقى، يعني بتتكون من حافظه بتحمي او بتحتوي على السبورز. نفس الشيء هنا بالنسبه للميجا سبور اللي هو التركيب المؤنث، على الرغم ان هنا اسمها هنا ميجا وهنا مايكرو، لكن هنا ده التركيب المؤنث. لو هنبص هنا كده
اهو هنكبر شويه كده، ده النبات اهو بتاع الازوله، هنلاقي ان الترتيب الكبير حجما ده المايكروسبوروكارب الميل. قال لك طب ليه سميني مايكرو؟ لان الحقيقه ده مش ترتيب واحد، ده عباره عن كيس حافظه لو فتحنا جواه هنلاقي التركيبات بقى اللي هي المايكرو. اما التركيب ده لا، ده هو ده بقى الميجا سبوروكارب، يعني هنا الحوافظ الجرثوميه بتبقى داخل حافظه اخرى اللي هي السبوروكارب. ده الفيميل ده الشكل ده، وبنلاقي القمه بتاعته بتكون غامقه بالشكل ده كده نتيجه ترسب نوع من انواع التانينز والملونات. يبقى لو بصينا كده التركيب الصغير الكوره الصغيره دي، دي الفيميل، الكور الضخمه دي زي دي ودي 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 ودي، دي عباره عن الميل. لو حطيناهم جنب بعض كده اهو، لو بصيت هنا واضح ان الكيس الكبير ده جواه الحوافظ الجرثوميه، يعني الكبير ده مش الحافظه الجرثوميه، لا ده اللي جوه ده هي دي الحوافظ الجرثوميه، وجواها في السبورز، عشان كده حجمها بيكون صغير. لما قلنا عليها مايكرو ما نقصدش التركيب ده كله، احنا سميناه لان لما هنخش جوه وهنشوف التركيب بتاعه هو ده اللي هنلاقيه التركيب الدقيق، انما هنا ده عباره عن تركيب واحد فقط. طبعا احنا هنا في عندنا تفاصيل بقى ازاي بيتكون من اول ما كان خليه واحده وتبتدي تنقسم الى اخره لغايه لما يكون لي التركيب المؤنث ده، مش هنقف عنده كتير. طيب لازم بس ننتبه لشيء، ان احنا هنا لغايه هنا 2 ان ديبلويد، لما هنيجي بقى هنكون السبورز فعليا الكلام ده قبل ما يتكون لازم هيحصل ميوزس او انقسام اختزالي. لو بصينا هنا كده اهو، ده الكوره اللي هي فيها اللي احنا قلنا عليها المايكرو، ودي الكوره الميجا، ده المايكرو اهو، الميجا فين اهي، دي الميجا سبورك جواها بويضه واحده، جواها بويضه واحده، انما دي جواها عديد من اللي احنا شايفينه ده اللي هو المايكرو سبورز بالمنظر ده كده. خلاص طيب تعال ناخد اهو، ادي المايكرو سبور او التركيب البوغ او الابواغ المذكره، ادي الاكياس اللي احنا قلنا عليها بتحتوي على عديد من المايكرو سبورز اللي فتحناها بالشكل ده كده اهو، دي الحوافظ اللي موجوده جواها اهي، لما نفتح الكيس بالشكل ده كده التركيب بتاعه، بنبتدي هنا نشوف التركيبات بتاعته، لكن انا مش هقف عند التركيب او الديفلوبمنت او التطور بتاعه من حيث خليه وانقسم بالطول وبعدين بالعرض وابتدى يتكون غلاف وبا والاخر لغايه لما يعمل كل واحده من التركيبات اللي طالعه دي الدايره دي اهي واحده من جوه، يعني الكيس ده كله كانه سراي او بصره اللي هي كل الكبيره دي، جواها بقى في المايكروسبرانجيوم الحافظه الايه البوغية، يعني اللي بره دي حافظة دي عبارة عن السوراي أو سورس اللي هي البثرة، جواها عديد من المايكروسبورانجيوم اللي حوافظ الجرثومية اللي بتحتفظ، كل واحدة منها بقى كلها جواها جراثيم زي ما هنشوف دلوقتي كده. طيب تعالى الناحية التانية بقى، هنا أدي الميجا سبور الواحد، هنا ده احنا قلنا بقى ده إيه الميجا سبورو كارب التركيب المؤنث اللي هو ده، لو جينا بقى لما فتحناه هنلاقي التركيب من الداخل جوه ما فيهوش غير بويضه واحده فقط غالبا، يعني في خلال اربع اسابيع بيبتدي يتكون بقى الانثريجيوم ويبتدي يديني دين الاركونيوم. طبعا في خطوات على تفصيل، يعني ايه الاقي اللي هو المايكروسبور الواحد بتبقى عباره عن خليه يبتدي يحصل فيها عده انقسامات عشان تديني طبقه خارجيه عقيمه وتديني مجموعه من الخلايا من جوه اللي هي الاندروسايتس اللي هي الخلايا اللي هتكون كل واحده منها هتكون ايه بوغ صغير او هتكون انث اللي هو ده الانثريجيوم، هيبتدي يكوني انثريزويدز خلاص اللي هي السبيحات المذكره او الميل ايه جميس، لان احنا هنا ابتدينا بقى طالما ان يبقى احنا هنا برغم ان هو اسمه سبور لكن ان، فبنتكلم على الطور المشيجي. الاركوجونيوم برضو على تركيب، هنلاقي ان التركيب بتاعها لو انا بصيت بقى اللي هو التركيب المؤنث ده خلاص، لو انا بقى هبص بقى ايه البويضه دي هتبتدي تتكون فيها، هتتكون ازاي البويضه؟ هنلاقي بقى الخلايا تبتدي تنقسم لغايه لما تعمل لي الاركوجونيوم او الارشيجونه، ما احنا التركيب المؤنث في التريدوفايتس اللي هي في السرخسيات او في عاريات البذور اللي هي غير مغطاه او الحزازيات، كل دول ارشيجونات ليه او ارشيجونيات الاركوجونيا، لان الفيميل ستراكشر او التركيب المؤنث اسمه اركوجونيوم، عباره عن بويضه واحده، وادي هنا بيكون العنق في التركيب بتاعها بالشكل ده كده، بيبقى فيه بويضه واحده. طيب اللي بيحصل ايه؟ هنا بقى في التركيب المسكر او الانثريجيوم، ادي المايكروسبرانجيوم الحافظه الواحده اهي بالشكل ده كده، عباره عن انسجه اللي هي الماسولي اللي هي الموجوده ده، عباره عن نسيج من السيتوبلازم ونسيج بيبقى موجود هنا، يقال ان هو بيساعد على طفو السبرانجيوم او السبورز على سطح الميه. بنلاقي لما ده اللي هي الماسيولا او التشو او النسيج اللي هو بيساعد على الطف، بنلاقي ان في طالع منه زوائد بالشكل ده بنسموها جلوكيديا او جلوشيديا او ايا كان، بس اللي هي جلوكيديا، جلوكيديا ده عباره عن زوائد
او هيرز او شعيرات بس فيها كلاليب خطاطيف. طبعا ليه؟ عشان الشكل ده اهو اهو، كل واحده من دول، كل واحده من دول في خطافات. ليه؟ عشان لما تيجي البويضه بالشكل ده كده يبتدي يسبح في الميه فيقدر يمسك هنا. لو احنا بصينا ادي البويضه اهو، ده التركيب المؤنث، ادي البويضه، ادي اكتر من واحد والكلاليب بتاعته اهي ابتدى يمسك في البويضه دي. طيب انتقال حبوب، مش ما فيش هنا حبوب لقاح طبعا خلاص، لكن انتقال الامشاج المذكره او الانثريزويد او السبرماتوزويد ايا كان المسمى بتاعها خلاص، عشان ينتقل الى الفيميل ده من خلال الميه، عشان كده بقى محتاجين ميه لعمليه التكاثر. بيحصل طبعا دي اسمها بولينيشن، يعني الانتقال من هنا لغايه لما يمسك هنا ده بولينيشن. لما يحصل بقى الاتحاد بينهم خلاص ده بنسميه فيرتلايزيشن، فيديني الزيجوت. الزيجوت عباره عن خليه واحده 2N، هنا راجع تاني السبوروفايت بقى بيتكون بالشكل ده كده. ادي الزيجوت بالشكل ده، هبتدي يحصل فيه عده انقسامات عشان يديني النبات السبوروفايت الكامل. يبقى لو كان خليه واحده ده الزيجوت 2 ان اللي هي اللقاحه، من خلال من يوم او 3 ايام يبتدي يتكون الامبريو، يعني يبتدي بقى يتكون ايه عده انقسامات عشان يبتدي يديني الرايزويز ويديني الاوراق الى اخره. بيكتمل بعد كده النمو في خلال يومين او 4 ايام عشان يعيد دوره الحياه ويديني السبوروفايت مره ثانيه. يبقى اختصارا كده انا عندي فيه تو فيزز او تو ستيجز او طورين، اللي هي ظاهره تبادل او تعاقب الاجيال الترنيشن اوف تو جينيريشنز، وهنا التو جينيريشنز مش اشكالهم مختلفه يعني. فالنبات الاساسي السبوروفايت ممكن يعمل فيجيتيف ريبرودكشن او تكاثر خضري، او يقدر يدي نوعين من السبورز. طبعا السبورز بتكون داخل حوافز داخل اكياس مره اخرى، اللي هي بتدخل تركيب اسمه سبوروكارب، مايكرو سبوروكارب، عباره عن نسيج بيحتوي على اللي هو البثرات او الايه الحوافز الجرثوميه، سواء كانت المذكره او المؤنثه زي ما احنا شرحنا على تفصيل. يبقى بيديني المايكروسبور، هنا الميجاسبور، ده بيديني الانثريديوم. خلي بالك احنا بنتكلم على الجاميتوفايت. يبقى المايكروسبور بيديني انثريديوم اللي هو التركيب المذكر، والميجاسبور يديني اركيوجونيوم التركيب المؤنث. دي بتحتوي على بويضه واحده، هنا بيحتوي على عديد من الانثريزويد، عشان كده هنا بص مكتوب ايه اج واحده فقط، انما هنا مكتوب انثريزويدز او سبرماتوزويدز اللي هي الميل جاميتس، هنا الفيميل جاميتس، الامشاج المذكره والامشاج المذكره، وطبعا هنا المؤنثه، وهنا التركيب بتاعنا او التكاثر الجنسي اللي هو السكشوال ريبرودكشن، هي الخطوه دي، ده عباره عن تكاثر جنسي باي دي اللي هو الاكثر تطورا يعني. يحصل عمليه البولينيشن ثم الفيرتلايزيشن، يبتدي يتكون الزيجوت خليه واحده 2 ان في خلال 3 ايام ولا حاجه، بيكون الايه الجنين اللي بيبتدي يكمل الديفلوبمنت او النمو عشان يديني السبوروفايت مرة تانية. كده بنكون نهينا دورة حياة الأزولة. إن كنت أحسنت فمن الله، إن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل في عملنا رياء أو سمعة يا رب ولا كبر. ونسألكم الدعاء بظهر الغيب، وإلى أن نلتقي في فيديو قادم بمشيئة الله من فيديوهات تبسيط العلوم. أترككم في رعاية الله وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.